بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، نعود من جديد لموضوع السحر. الحقيقة كثير من الأسئلة تأتينا عن هذا الموضوع، وأحببت كما عهدت، يعني عهدتموني، أن أتحدث بشكل علمي وفق المنطق القرآني والعلمي. وقلنا أن العلماء اليوم لا ينكرون السحر، على فكرة لا ينكرون أن هناك مناطق معينة في الدماغ يمكن أن يحدث لها عملية إعتام أو إظلام أو تتعطل مؤقتاً، فحتى يمكن أن يمر أمامك شخص ولا تشاهده وهو أمامك. ويعني هناك أشياء في العلم بالفعل يمكن أن يخيل إليك مثلا شيء معين بتأثير معين. لذلك السحرة في زمن فرعون استرهبوا الناس، سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. الحقيقة أيها الأحبة، سيدنا المسيح عليه السلام عندما جاء قومه بالبينات ماذا قالوا له؟ أحيا الموتى وشفى الأكمه والأبرص ونبأهم بما يأكلون وما يخزنون في بيوتهم، فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. طيب، ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم، هذا خطاب للملحدين، لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. طبعا أيها الأحبة، الملأ من قوم فرعون ماذا قالوا؟ قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم، عن سيدنا موسى عندما جاء بمعجزة العصا التي تنقلب ثعبانا. طبعا هنا أيها الأحبة، عندما جاء السحر ماذا فعلوا؟ تكتيك السحر هو الإيهام، أن توهم الشخص بشيء معين، توهمه أن زوجته مثلا يعني مثلا ارتكبت فاحشة مثلا والعياذ بالله، أو أن زوجته مثلا تتكلم، يعني هناك أسلوب للتفريق بين الأزواج قائم على الوهم غير قائم على الحقيقة. لذلك السحر كله بالنتيجة عبارة عن عملية وهمية، خداع للعقل. فلما ألقوا قال ألقوا، فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. إذن القرآن يقول وجاءوا بسحر عظيم، ولكن عندما رأى السحرة معجزة موسى عليه السلام وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. المهم أيها الأحبة، حتى النبي عليه الصلاة والسلام عندما جاء بالبينات قال الكافرون إن هذا لساحر مبين، عن نبينا عليه الصلاة والسلام. وقالوا في حقه إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، يعني ساحر ومسحور تناقض في الكلام أيها الأحبة. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين. طيب، يعني القرآن يذكر السحر كثيرا، عشرات المرات، عشرات الآيات. سيدنا موسى قال آية عظيمة، أنا أتمنى كل إنسان حتى لو لم يكن مسحورا، يعني أنا مثلا لا أعاني من أي سحر والحمد لله، ولكنني أردد هذه الآية، أرددها وأقولها، ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. هذه آية من الضروري أن نحفظها أيها الأحبة. كل إنسان ينبغي، كل مؤمن، أن يحفظ رقية شرعية. لماذا؟ لأننا اليوم أحبتي في الله في عصر ضغوط نفسية هائلة نتعرض لها، عصر المعلومات هذا يوجد ضغوط هائلة يتعرض لها الإنسان، يحتاج لقوة يلجأ إليها وهي قوة الله عز وجل، يحتاج لعقيدة أو ثقة أو إله يثق به. نحن نفتقر إلى الثقة بالله عز وجل. فعندما أنت في دماغك وفي خيالك تقول وتعتقد ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، أنت بكل قوة تعتقد أن الله سيبطل أي عمل فاسد،
حتى يعني أنا أحياناً أردد هذه الآية عندما أشعر بمرض أو أشعر بمثلاً مرض معين، فيروس معين، هذا الفيروس يدخل للجسم ليفسد نظام عمل الجسم. فأنت عندما تقول إن الله لا يصلح عمل المفسدين، أنت تشمل كل الكائنات التي تفسد في الأرض، لأن المفسد ليس فقط البشر. يعني هنا ليس المقصود فقط أن الله لا يصلح عمل المفسدين من البشر، لا، من الجن أيضا، ومن الكائنات الحية، ومن كل ما تخشى منه. إن الله لا يصلح عمل المفسدين، حتى هذه الآية يمكن أن تقولها أثناء المرض. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. طيب أيها الأحبة، نبينا عليه الصلاة والسلام قلنا في اللقاء السابق قالوا عنه، طبعا هؤلاء الكفار الظالمون، إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. بنفس الوقت فرعون يقول لموسى، فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. نفس الكلمة قيلت لنبينا عليه الصلاة والسلام وقيلت لسيدنا موسى عليه الصلاة والسلام. وسيدنا موسى أثر عليه السحر، خيل، الله تعالى يقول خيل إليه، أي لسيدنا موسى، من سحرهم أنها تسعى. هو رأى الحبال كأنها أفاعي تسعى، فأوجس في نفسه خيفة موسى. فهنا موسى جرى عليه شيء من السحر، فمن الممكن أن يجري على النبي صلى الله عليه وسلم أو على غيره من البشر يعني، وهو نوع من الأذى الذي تحمله الأنبياء وصبروا عليه. قال تعالى عن الأنبياء الصابرين الكرام، وأوذوا في سبيلي. السحر هو نوع من أنواع الأذى أيها الأحبة. ففرعون قال لموسى إني لأظنك يا موسى مسحورا، لا يتناقض هذا مع أنه أثر عليه السحر أو جرى عليه السحر، خيل إليه من سحرهم أنها تسعى. والظالمون قالوا لحبيبنا عليه الصلاة والسلام إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، لا يتناقض هذا مع كون النبي يمكن أن يؤثر عليه سحر معين، ولكن لا ينطق عن الهوى، لم يتكلم بكلمة واحدة تخالف القرآن أو تخالف التعاليم التي أوحى الله بها إليه عليه الصلاة والسلام. فإذا كلمة مسحورة هنا لا تعني أن به خلل يعني في عقله. يعني عندما قال فرعون لموسى إني لأظنك يا موسى مسحورا، يقصد بها أنك وصلت إلى درجة عالية من السحر والعلم بالسحر وقوة التأثير على الآخرين، فأصبحت مسحورا، يعني كل حياتك سحر. هذا المقصود، وإلا هو لا يقصد أن موسى يعني كان مسحور، أن أحدا سحره. والظالمون عندما قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، لا يقصدون أن به سحر أو مس، يقصدون أنه فتن الناس لدرجة عالية جدا، فقالوا عنه ساحر مبين وقالوا عنه مسحور. وهذه المعاني أيها الأحبة لا تدل على أنه هو مسحور، يعني بمعنى أنه جرى عليه السحر، لأن الإنسان المسحور الناس تتعاطف معه ولا تتهمه بأنه استطاع التأثير على الناس وهو مسحور. المسحور لا يؤثر على أحد. طيب هنا مثلا في آية كريمة كما قلنا قبل قليل، فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، نبي موسى عليه الصلاة والسلام، جرى عليه السحر. وعندما قال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا، قالها قبل هذه الحادثة على فكرة، يعني خاطبه بكلمة مسحورا في بداية دعوته. أما بعد أن جرى عليه السحر على سيدنا موسى، هذا ليس تصديق لظن فرعون، إنما فرعون قصد أنك وصلت إلى مستوى عالي من فتنة الناس والتأثير عليهم، فسماه مسحور، يعني
امتلأت حياته بالسحر. كذلك حبيبنا عليه الصلاة والسلام عندما اتهموه أنه مسحور، هذا في مكة، وسحر النبي حدث في المدينة كما تعلمون. لذلك يعني لا يوجد علاقة بين هذه الآية وبين الحادثة. طبعا أيها الأحبة، هناك آيات مهمة جدا تقال لمن يعني يشعر أنه مسحور. يعني أنا سأختم بهذه الآية فقط ونستكمل إن شاء الله في لقاء قادم. السحر ماذا قالوا وهم أكثر الناس علما بالسحر؟ إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر. هنا الشاهد احفظوه: والله خير وأبقى. كرر هذه الجملة أو العبارة القرآنية 7 مرات، كلما أحسست بشيء بضيق، بشيء تشعر نفسه غير طبيعي، قل والله خير وأبقى، والله خير وأبقى، وكرر واعتقد أن الله هو خير من هؤلاء الناس، وأبقى لأن مصيرك إلى الله ومرجعك إلى الله، وسوف تموت وتلقى الله عز وجل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوفانا على الإيمان. سنستكمل إن شاء الله في لقاء قادم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.